اليوم احنا موجودين بسكو، مصنع انشائي متكامل، عندهم بلاط بالداخل، طابوق ابيض، طابوق اسود، بنسأل عن كل شيء. بس الحين بنروح حق المدير الاقليمي. بغينا بالبداية نسأل عن البلاط المتداخل والطابوق الاسود. احنا عندنا احجام، ثلاث احجام معتمدة، ولكن الحجم الدوميننت اللي نسميه او يعني الكوموديتي اللي دارج اللي هو 15x20. اهم شيء بالنسبة حق اي واحد قاعد يبني بيته انه يصير فيه استمرارية بالتوريد من ناحية التوريد. لكن اسميت كذي بيتكم ما يصير عولة. ما شاء الله عمي، المصنع وايد كبير. وايد هم مجاني بعد. مجاني، هذا كله مجاني يطلع دلع اكيد. والله طابوق اسكو صراحه انا اعتبر افضل الطابوق. اللي يميز العميل اول شيء ونكرر انه منتج وطني وجودته عاليه. اكيد هذا اهم شيء. اذا بسوي بس جاكوزي متوفر عندك اللي تبيه.